ونتمنى لكل اللاعبين ان يكونون في البطولات الاوروبيه. كره ملعوبه خطره لكن وركله جزاء، ركله جزاء لصالح المنتخب الفلسطيني في بدايه المباراه، في بدايه المباراه. اذا ركله جزاء لصالح المنتخب الفلسطيني. شوف شوف الاعاده ملعوبه توصل، شوف في لمس، في لمس، شوف نعم هناك لمس، نعم هناك لمس لصالح محمد يامين، لصالح محمد يامين. وهذا استرسكو مو عاجب القرار، مو عاجب القرار في اول دقيقه، في اول دقيقه يا عزيزي المشاهد. اذا سجل فلسطين هدف ستكون مباراه جميله لا محاله. راح نشوف شوط اول جميل، وهذا اسلام بطران، اسلام بطران مواجها لحارس المرمى جلال حسن. جلال حكم اللقاء يوجه جلال حسن، يقول القانون الجديد ينص انك ما تتقدم خطوه ولا تاخذ خطوه، نص خطوه كافي. وهذا جلال واسلام، اسلام وجلال. هل اسلام يسلم؟ اسلام يتقدم يف الله 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 الله. اسلام بطران بالخبره يا حبيبي بالخبره، هذا اسلام بطران، اسلام بطران لاعب الجزيره الاردني، الجناح الذي يعتمد عليه نور الدين ولد علي، وقال لن تكون المباراه سهله للمنتخب العراقي وساكون ندا للعراق. شوف اسلام يتقدم، يا سلام يا سلام، العقل زينه، العقل زينه. شوف حطها على يمين، شوف هذه الكرة الماضية وهذه نقطة ركلة الجزاء. شوف نعم هناك لمس من لاعب المنتخب العراقي، وسجل اسلام بطران الهدف الاول لصالح المنتخب الفلسطيني بكل هدوء، وضعها فقي ويعني قصي منير ايضا لاعب المحور الكبير. الكرة ملعوبة، كرة خطرة، الله 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 الله. مهند ضاعت في الاول، مهند حطها بالثاني، الهدف هدف التعادل. هو 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 مهند، هو مهند يسجل هدف، مهند عبد الرحيم يسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل. الجمهور كان محتاج الى باور، اتى الباور من اقدام مهند عبد الرحيم، الله عليك تسلم رجليك. شوف شوف ديبالا العراق لعبها وصنعها في الزاوية، في الزاوية على طول البعيدة وضعها. هو 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 شوف شوف لعبها، نظر عليها، نظر عليها ديبالا العراق، حطها على طول على أقدام مهند عبد الرحيم وقال له يا مهند خلاص حطها. كرة القدم يا عبد اللطيف، نعم برافو عليك، برافو عليك، رأسية مبعدة توصل، توصل مرة ثانية لحسين، يا سلام، الله الله عليك، تسلم رجليك. واوه يبدو ان هناك قرار من حكم اللقاء، وركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي، ركلة جزاء لصالح المنتخب العراقي على ياسر حميد، على ياسر حميد. نشوف الإعادة، وفي الإعادة إفادة حسين علي مر. أوهو نعم ركلة جزاء على ياسر حميد، نعم صحيح، نعم صحيح، قرار سليم، قرار صحيح من السعودي، وركلة جزاء في الدقائق القاتلة، في الدقائق الأخيرة القاتلة. وحسين علي هو من سيسجل، هو من سيصوب على رامي حمادة. هل رامي حماده تكون له كلمه ثانيه، او حسين علي يتوج المجهود الجميل اللي قدمه في هذا في هذه المباراه؟ حسين علي، حسين علي يتقدم، ديبالا العراق يتقدم، يصأ الله 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 الله. هدف يليق في مكانه لاعب كره قدم مبدع، هدف يليق بمكانة لاعب كرة قدم مبدع. حطها على السكيتي، حطها على السكيتي، وهدوء، يا هدوءك يا جمالك يا دلالك. نعم هو 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 حسين علي،
هو حسين علي. نعم مان اوف ذا ماتش برايي، هو مان اوف ذا ماتش. يا سلام، حارس المرمى وين والكرة في الناحية الثانية؟ يا سلام، سلم أقدام حسين علي للمتعب تتكلم وتترجم في هذا اللقاء. جميل 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 يا حسين علي. مان اوف ذا ماتش هذا اللاعب، مان اوف ذا ماتش هذا اللاعب، اللاعب الذي قاد المنتخب العراقي في المباراة الأولى.